بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعليم اللغة الفرنسية مع كتابي ليغي كومبخوندر كالعادة. طبعا لازلنا مع هاد الصوتين، صوت آي كما رأينا الذي يكتب آي آل ثم بآي دوزال أو في حالة مؤنث بالنسبة للأسماء، ثم الصوت أي الذي يكتب أو إي آل في حالة مذكر، ثم يكتب أو إي دوزيل أو في حالة المؤنث. طبعا نتكلم على الأسماء. إذا عندنا في هذه الفقرة سنرى توليمات كل الصباحات، طبعا لومات مقصود به الصباح، توليمات كل الصباحات. طبعا غنستعملوا هاد تو علاش؟ لأن لومات كلمة مذكرة ثم أن جمع، سنكتب تو بهذا الشكل دو بونور بساعة جميلة أو في ساعة جميلة، المقصود في الصباح الباكر. طبعا لو بونور في اللغة الفرنسية تتعني الصباح الباكر، دو بونور في الصباح الباكر. بابا باغ او ترافاي، بابا باغ او ترافاي، ابي ينطلق الى العمل. عندنا هنا شنو من فعل هذا؟ سي لو فيرب بارتيغ، سي لو فيرب بارتيغ. طبعا مصرف اش من زمان؟ مصرف في لو بريزون، كونجوغي او بريزون. اذا نقول جو باغ، تي باغ، il part، nous partons، vous partez، ils partent، ils partent، هم ينطلقون. papa part، إذن أبي ينطلق، au travail، إلى العمل. إذن tous les matins، إذن في كل صباح، طبعاً هنا عندنا كل الصباحات، إذن هي تتقال هكذا، tous les matins، كل الصباحات، كل صباح. de bonne heure، يعني باكراً، papa part au travail، أبي ينطلق إلى العمل. إذن نعيد. Tous les matins de bonne heure, papa part au travail. Tous les matins de bonne heure, papa part au travail. Tout le monde a le train roule sur des rails. Le train roule sur des rails. On a déjà vu ce mot. On parle des rails du train, comme on l'avons déjà dit. Les rails du train. Les rails du train. Et dans notre cas, on parle de le qatar. Siket le qatar. Siket le qatar. Taban. في حالات أخرى نتكلم عن لو شومان دو فيغ، أحيانا نتكلم عن لو شومان دو فيغ، نتكلم عن طريق الحديد، المقصود به أيضا طريق القطار. لو تران رول سيغ دي غاي، لو تران رول سيغ دي غاي. إذا القطار رول أنه يسير، طبعا نتكلم عن لو فيغ رولي، نتكلم عن لو فيغ رولي يعني أنه يسير ولكن بالعجلة. لو تران رول سيغ دي غاي، سيغ دي غاي. إذا القطار يسير فوق قضبان. إيكوت، اسمع. إيل أغيف، إيل أغيف، هو يصل. أون لو فيرب أغيفي. إيسي أون لو فيرب إيكوتي ألامبيغاتيف. إذا هنا عندنا لو فيرب إيكوتي ألامبيغاتيف. طبعا كما تنشوفو عندنا أمر، نقول لشخص مثلا إيكوت، اسمع. إذا هذا أمر هذا. إذا طبعا الفعل هنا مصرف الامبيغاتيف، صرف الامر. اما هنا عندنا الى غيف، هو يصل. اذا طبعا عندنا لو فيرب اغيفي مصرف في البريزون، الى غيف، هو يصل. لو فواسي، لو فواسي، ها هو. اذا ايكوت، اسمع. الى غيف، الى غيف، هو يصل، يعني هذا القطار وصل. لو فواسي، ها هو. ملي غيدور في شي فيراج مثلا غنشوفو غنقولو لو فواسي، ها هو. دون لي طابل تتكلم عن الاستابل، دون لي طابل، دون لي طابل. لو بيطاي اي كوشي سور دو لا باي بروبر، دون لي طابل، في الاستابل، لي طابل، لي طابل. طبعا كلمة هي اي طابل. طبعا عندنا هنا لا اي طابل، طبعا غنحذفو لا فويال، غنحذفو لا بخومييغ فويال اي اومي ابوستخوف، ثم نضع ابوستخوف لي عندنا هنا. علاش؟ لأن الكلمة مبدوءة بإل فويال. دون لي طابل، في الإستابل، تنتكلمو على الكوري طبعا. لو بيطا إي كوشي، إذا نتكلم عن الماشية أنها تنام سيغ دو لاباي، سيغ دو لاباي بخوبر، على تيبن، على تيبن نظيف. إذا الماشية غتنعس على تبن نظيف. إذا دون لي طابل لو بيطا إي كوشي سيغ دو لاباي بخوبر، دون لي طابل لو بيطا إي كوشي سيغ دو لاباي بخوبر. دون لي طابل لو بيطاي اي كوشي سور دو لا باي بروبر. اذا في الاستابل
الماشية تنام على تبنين نظيف دون لي طابل لوبيتاي اي كوشي سور دو لا باي بروب. ثم لو ريفاي سون، لو ريفاي سون، طبعا ذكرنا هذه الكلمة لو ريفاي، فوالا لو ريفاي. إذا نتكلم عن استيقاظ، أو نتكلم كما عندنا هنا عن المنبه الذي يوقظ الشخص يسمى لو ريفاي. لو ريفاي سون ألون ريفاي توا. طبعا هذه ألون هذه لامبيغاتيف دو فيرب ألي. عندنا لو فيرب ألي لامبيغاتيف نقول ماذا؟ نقول فا ألون ألي، يعني اذهب فلنذهب فلتذهبوا. هنا عندنا ألون كما نقول فلنذهب، ولكن لو فيرب ألي عندما يأتي بهذا الشكل أحيانا نقول ألي. إذا المقصود به هنا هيا، هيا بنا، ألون هيا بنا. غيفاي توا، غيفاي توا استيقظ، هي اللي عندها علاقة بلو غيفاي، هي اللي عندها علاقة بلو غيفاي استيقاظ. غيفاي توا طبعا عندنا هنا كما قلنا لو فيرب سو غيفاي، سو غيفاي عندنا لو فيرب سو غيفاي عندنا فعل استيقظ. أما غيفاي يعني هذا فعل أيقظ، ممكن نقول مثلا غيفاي لو يعني أيقظه، ولكن هنا عندنا غيفاي توا استيقظ. دوبو انهض، دوبو انهض. باريسو، باريسو يا كسول. طبعا في المؤنث نقول باريسوز، في المؤنث نقول باريسوز كسولة. لو غيفاي سون ألون غيفاي توا دوبو باريسو، لو غيفاي سون ألون غيفاي توا دوبو باريسو. ثم ان انفون ايكوت توجور لي كونساي دو سي بارون. إذا الطفل ايكوت يستمع توجور دائما لي كونساي، ذكرنا فيما سبق لو كونساي ان كونساي نصيحة. ان انفون ايكوت توجور لي كونساي، الطفل يستمع دائما النصائح دو سي بارون لأبويه. إذا كما تنقولو هنا بالدارجة الطفل هو اللي تسمع ديما النصائح ديال الوالدين ديالو. طفلون الطفل بمعنى آخر، ايكوت توجور، ايكوت توجور أنه يسمع دائما لي كونساي دو سي بارون نصائح أبويه. ان انفون ايكوت توجور لي كونساي دو سي بارون، ان انفون ايكوت توجور لي كونساي دو سي بارون، ان انفون ايكوت توجور لي كونساي دو سي بارون. ثم عندنا اون اباي فول اوتور دو روني، اون اباي فول اوتور دو روني، اون اباي، اون اباي كي فول اوتور دو روني. اذا نتكلم عن نحلة فول انها تطير، فول اوتور دو روني تدور حول روني. اذا واحد النحلة بقات تدور قريبة لغوني تدور حوله. اون اباي فول اوتور دو روني، روني ابور، روني كان عنده خوف. إل كخي هو يصرخ، طبعا عندنا هنا روني أبور، روني عنده خوف. إل كخي هو يصرخ. هنا لو فيرب كخيي كونجيكي أكال طون، إذا هو مصرف إي زمان كونجيكي أو بخيزون. إذا هنا إل كخي، إذا هو مصرف في البخيزون في الحاضر. بابا تخافاي إل طاي سافين، إل طاي سافين إلى الشو لو سولاي بغي. بابا تخافاي On a ici le verbe travailler conjugué au présent. Papa travaille. Abi يعمل. Abi يعمل. Il taille sa vigne. Et donc, il يقطع كرومه. Et donc, il يقطع كرمته. المقصود بأنه يقطع كرومه. تزبر الدالية ديالو. تيقطع عليها العروشة. ما يبقاوش طوال بزاف. Il taille sa vigne. طبعا كما ذكرنا بأن لو فيرب طايي أنك تقطع. تقطع ثوبا، نتكلم مثلا عن طيور دابي. إذا نتكلم عن كما نقول قاطع الأثواب أو قاطع الملابس، المقصود بالخياط. إذا عندما نقول طيور يعني قاطع، في الغالب نفهمها بأنه الخياط، ولكن عندما نقول طيور دابي، طيور دابي أننا نؤكد هذا المعنى. إذا عندنا هنا إيل طاي، طبعا عندنا لو فيرب طاي يعني قاطع كما قلنا. إيل طاي سافين، إيل طاي سافين هو يقطع كرمته. إيل طاي سافين هو يقطع كرمه. إلى الشو هو ساخن، إلى الشو هو ساخن، عنده حرارة، هو عنده حرارة. إلى الشو لو سولاي بغي الشمس تلمع، لو سولاي بغي الشمس تلمع.
اذا طبعا مادام انه يعمل تحت الشمس والشمس تلمع اذا طبعا الى شو هو ساخن او عنده حراره. بابا ترافاي il taille sa vigne. بابا ترافاي il taille sa vigne. il taille sa vigne. il a chaud le soleil brille. بابا ترافاي il taille sa vigne. il a chaud le soleil brille. كما ذكرنا c'est le verbe briller. c'est le verbe briller. هذا فعل لمع. ميغاي a lavé le bébé. ميغاي a lavé le bébé. ميغاي a lavé le bébé. Le cou, la figure et les oreilles. Mireille a lavé le bébé, le cou, la figure et les oreilles. Et Mireille a lavé le bébé. Elle a rassalé le radé. Mais elle a rassalé le radé. Le cou, l'onok, la figure, le ouj, et les oreilles. Tout le monde est donné. D'abord, d'accord, la fille m'a sabac, une oreille. Nous parlons d'un oudon. Ahiyan, nous parlons d'un oreille. يعني كلمة مثل هذه فقط نضيف إير هنا. أغاي المقصود بها وسادة، المقصود بها وسادة. أما أغاي المقصود بها أذن. إذا كما قلنا ميغاي ألافي لو بيبي لو كو لا فيغور إي لي زوغاي. إذا ميغاي أن غسلت الرضيع العنق والوجه والأذنان. إذا نعيد نغبخونو Tous les matins, de bonne heure, papa part au travail. Le train roule sur des rails. Écoute, il arrive, le voici. Dans les tables, le bétail est couché sur de la paille propre. Dans les tables, le bétail est couché sur de la paille propre. Le réveil sonne. Allons, réveille-toi. Debout paresseux. Debout paresseux. Un enfant écoute toujours les conseils de ses parents. Un enfant écoute toujours les conseils de ses parents. Une abeille vole autour de René. René a peur. Il crie. Papa travaille. Il taille sa vigne. Il taille sa vigne. Il a chaud. Le soleil brille. Mireille a lavé le bébé. Le cou, la figure et les oreilles. Tout le monde a dit à l'ibarat al-qasira. Le soleil brille. Le soleil brille. Papa est au travail. Papa est au travail. Abi, huwa fil amal. هنا عندنا بابا ترافاي الاب او ابي يعمل. هنا عندنا بابا اي او ترافاي ابي هو في العمل. فرق بين لو ترافاي اللي هو العمل وبين لو فيرب ترافاي يعني عاملة. ايل طاي لافين هو يقطع الكروم. هو يقطع الكروم كما راينا فيما سبق. ايل طاي سافين هو يقطع كرومه. سافين كرومو. طبعا كما قلنا تنتكلمون على الدالية كلمة مفردة. لو سولاي بغي بابا اي او ترافاي ايل طاي لافين. نستأنف مع الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.